كبر لذات مع عبد الستار وإيناس على إي إف إم أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شهر سيدي رمضان. حلقة اليوم الحقيقة هي حلقة باش تكون خاصة برشا، حلقة سبيسيال. بعد شوية نقول لكم عليش، فيها مفاجأة على خاطر. أما قبل هذا الكل، قبل ما نقدم ضيفي، خليني نبدأ نوصف لكم في الأجواء اللي هوني. دونك في دار العادة، دار المثخمة اللي تعرفوها البعيد، دايرين بينا من كل شيرة. قدامي الطاولة ذي اللي ترافقنا تيلة شهر رمضان، الطاولة المزيانة، المثخمة الفينو، الماكلة البنينة خارجة كي الريحة ملك وجينا. هذا الكل، الجو ذي الكل، والدليل ذي الكل يجينا من عند سي عبد الستار عميم. ومرحبا بك ستورة. أهلا وسهلا إيناس، مرحبا بك أنت زادة في دارك. كما تعرف فرحان برشا اللي رمضان سناء الناس بيك، على الأقل منيش وحدي. ونتأنسوا بالضيوف اللي كل مرة يجينا ضيف ولا ضيفة يتعشى معنا. وكما قلت أنت، اليوم حاجة خاصة وخاصة جدا. خاصة علاش؟ على خاطر يظل لي تخطينا الحدود بعدنا المرة هو مش بعدنا برشا، بعدنا ممكن في الجغرافيا، أيه. جغرافيا، لكن ما بعدناش من ناحية المحبة والقلوب. لا صحيح، بيصلوا احنا ديما قراب وديما خل نبدا نفهم الصوره. دخلنا طول هكايا في الحكايه يا سيدي. اليوم حابين هكا نسافروا بيكم، نبعدوا بيكم. اما الحقيقه مانيش كيما قال الصوره، مانيش باش نبعدوا برشا، نقعدوا ديما في الحومه، نقعدوا بين جيراننا واشقائنا اللي نحبوهم ويحبونا برشا هما زيده. ونمشيوا بكم للمغرب. وشكون في المغرب ما يعرفش العائله الفنيه الكبيره؟ شكون ما يسمعش بلي فريغ مغري؟ لي فريغ مغري من ابرز الاسامي في لي فريغ مغري، هو حسن مغري الفنان الكبير اللي دخل ستيل موسيقى جديده في المغرب. هو دخل الحقيقه، عمل ميلانج بين الموسيقى العربيه واللحن الغربي. تفهموا برشا حاجات من بعد. حسن مغري اللي غادرنا في 2019، اما خلى ورثه كبيره، خلى الحقيقه الاحساس، وخلى الفن، وخلى الحاجات المزيانه برشا. ابنه اللي قدم فيه نجاحات كبيرة زيدة، ابنه اللي تعرف بغنية مشيت وجيت، ومن بعد كان غالطة الغنية طي صلح لي، خاطر نحن سطورة عنا يمشي ويجي هكا ولا، والليل طويل وبرشا غنيات حاسيلو نتعرف عليه قبل كل شيء. مرحبا بك ناصر مغري. أهلا وسهلا، أنا جيت سعيد وفرحان. أنا في واحد المتحف جميل جدا، يعني ما أدخلت واحد الحاجة غريبة ما شفتش تلفتة، ولكن شفت يعني صور اللي كيعبروا، كل صورة فيها تاريخ، كل صورة يعني كتعبر على ثقافة، على حضارة. فأنا فرحان اللي جيت من المغرب لعندكم يا أستاذ وإيناس. فأنا إن شاء الله اليوم نفطروا جميع. مرحبا بك. اليوم هذه تكون طاولة مغاربية. مرحبا. حبيت أقول اللي أنت في دارك، في بيتك، على خاطر ما عليك قلت الإناس. صحيح ممكن جغرافيا فما ساعة ولا ساعة ونص بالطائرة معناها باش دخلتوا المغرب الأقصى، أما تقعد باقي القلوب قريبة لبعضها، باعتبار أن عباد نفس الناس، هما نفسهم والعباد هما نفسهم، والأشقاء وأخوات. ولذا معناها أنا فرحان اللي شرفتنا بحضورك. وأنا باهي بالحق معناه، لأنه اسم تحمل اسم عائلة كبيرة، عائلة مجيدة، عائلة فنية كبيرة. برشا ناس في السبعينات كانوا يعرفوا دخلوا للموسيقى المغربية المجدة على طريق ناس الغيوان وجيل جلالة. حتى أنه ولو فما فرق تونسية، معنى تونسية، يتسموا بالاسم ذي لأنه يغنيوا نفس النمط ذي. لكن قبل ذلك كانوا من أول استقلال، خاصة في زيارة جلالة الحسن الثاني الله يرحمه لتونس، جاب معاه يعني مجموعة من الفنانين، منهم سي حميد الزاهر الفنان الشعبي المراكشي اللي نفكر عمل حفلة في المسرح البلدي، خليت الناس طلبوا. دايرها حفلة، المفروض تكون حفلة وحيدة يتيمة، لكن تلمعوا علقاء حضور وقناس وكذا، اللي اضطر مش يعمل حفلات أخرى. وجاء عديد من المرات ومعنا فرعوا وحبوه التوينس على النوعية الطرب اللي قدموا،
ثم جاءنا الحاجة الحمدوية عليها رحمة الله، كذلك جاءتنا لتونس نظيفة وهي صوت نتاع صوت الأعماقية صليحة المغرب، صليحة مطربة تونسية قديمة، وانت تحضر لها أغاني بعض من الأغانيها تحكي لك حكايتها الأغانية بعديش. أما صوتها زاد من أروع الأصوات وتغني الصيحة اللي هو نوع من الغناء، لكن لقيتها تسجيل نتاعها تغني حتى شرقي، تغني حتى لبناني مثلا، عندي تسجيل كنت نحبها برشا البلدية فالله يرحمها، فلقيت تسجيل ليها باللبناني، معناها تغني أغاني لبنانية، معناها يقول قائل هي مغربية 100%، لكن مع ذلك باش يوريك أنه الأصوات المغربية برشا اللي تعدت الحدود نتاعها وما دلش على ذلك. ملي تويك في الشرق يسميها سميرة سعيد، وحنا نسميها سامة بن سعيد، حتى خرجت وهي صغيرة عمرها 12 سنة كان اسمها نعرفوها سميرة بن سعيد، خاطر احنا نستعملوا البن في شمال افريقيا، وانت تعرف التاريخ اكثر من المغاربه شويه يعني. تبارك الله، خاطر الفنانين نحبوهم، كنت انا ملتوى معناها فما علاقه كبيره. وبالمختصر المفيد هو ان اغلب الناس يسمعوا اغاني العائله، لكن ما يعرفوش اللي هي اول عائله فنيه اخوه غنوا مع بعضها. صحيح في الشرق نعرفوا مثلا فريد الأطرش وسيدة أسمهان، لكن غنوا مع بعضهم مرات قليلة، أما كل واحد يغني على روحه. بالنسبة للعائلة نتاعكم الأخوة الثلاثة، معناها بنت وزوج أولاد وقتها وصغار في وقت اللي بداوا، معناها ثلاثة شباب يغنيوا مع بعضهم وقعدوا ديما يغنيوا، معناها كونوا فرقة مع بعضهم، فطريفة جدا التجربة هذه، واللي خلى ثبات ما مات كما يقولوا التوانسة. الحمد لله، الله يرحمه سيد الحسن، لكن الحمد لله أنت موجود، والوريث الشرعي والطبيعي للفنان الكبير هذا. الله يكبر بيك. مرحبا بيك ناصر. مرحبا. قولي ساعة قبل ما نبدأ وتحبش تسمعنا هكا حاجة؟ اي في انتظار في انتظار اذن المغرب. نعم. في انتظار اذن المغرب. نعم. انا تحبش تسمعنا حاجة؟ غادي ندير لكم واحد الاغنية ديال هذا الجو، اغنية دينية جميلة على الرسول حبيب الله، فالكلمات ديالها من الاستاذ عز الدين الادريسي، وانا اللي درت لها الالحان، وانا جيت باهن وفرحان. مرحبا. نغني لكم. مرحبا. بسم الله. نام العشاق Oh,
تجسري وكيف وكيف أقوى على صبري محمد رسول الله الله محمد حبيب الله محمد رسول الله الله محمد نبي الله 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 طابو يعطيك الصحة ناصر حاجة يسرى حلوة صوت مزيان برشا والألحان زادة الألحان تتماشى مع التوجه يظل العائلي اللي فما جزء معناها روح من الألحان مش العربي فما العربي لكن مخلط بمطعم بأنواع أخرى من الموسيقى لحن مخضرم يعني ما بين نغمات عربية شرقية ويعني الجيتار الغربية أذين مرحبا الأذين دونك الأذين أذن الله يقبل الساحة إن شاء الله ربي يتقبل سيمنا شكرا أستاذي سيدي شكرا يا سيدي احنا جرت العادة نبداو بالماء والكلمة اللي نستعملوها بعد ما واحد يشرب ونقول له صحة شريبتك صحة شريبتك صحة شريبتك انتو ما شتقولوا بالمغربي؟ بصحتك 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 تمر ديك الدقلة ذي بسم الله او تمر من تونس تمر من تونس تمر من جنوب هادو نسينوه في المغرب يعني عندنا تمور جميلة في المغرب برشا انواع ويعني نحبوا حتى التمور ديالكم داير على العادة انه في المغرب لما جلالته يتنقل مثلا من مكان الى مكان لقى القبول نتاعو يقبلوه بالكوم من التمر والحليب يلزم هذاك علامة لو بيان فينو يعني مرحبا معنى مش في رمضان في الافطار في اي مكان كيمشي مثلا ينتقل كائن مكان الملك معنى المولى الحسن الثاني عقلنا عليه وجلالته طويقه لازم يجيبوا له طبق بالتمر وحتى كان هو ما عينوش باش ياكل لازم يذوق حويل البركه معنى هذه العاده انا معنى العاده اللي موجوده برشا عادات في المغرب والعادات الحقيقه تختلف من بلاد لبلاد يحكي لنا على عاداتكم في رمضان كيفاش معناتها كيفاش توا نحن في شقان فطر هكا توا الفطور نستناو المغرب بعد تفرجوا في المسلسلات انتم كيفاش؟ وتقريبا لا ميم شوز يعني احنا عندنا مسلسلات نتبعوهم كثيره كاين يعني الجو يعني في المطبخ يعني كنحضروا الطاوله كيكونوا يعني الاطباق مشكله يعني كان وبصراحه يعني في المغرب كل منطقه كاين اللي كيديروا الفطور يعني الوقت هذا المغرب موراه العشاء ديريكت يعني وكاين اللي كيدير كاين يخلي وقت يعني على حساب هذا كيقول لك الفطور معناها هو كاين فطور الصباح بالنسبه لنا احنا انا فما القهوه فما لاتاي خاصه فما الحلو حلويات شبكيه وغنلغزه وغيرها من الحلويات البنينه بريوات والبريوات يقعدوا يرتاحوا ومن بعد العشاء في الحقيقي ملا اليوم باش تتبع طريقتنا نحن نتصل أنا معكم اللي قل يعني هي الطريقة اللي لا والله لا يعني أي طريقة أنا معكم نحن في تونس نبدأ بالشربة السوب بعد نبدأ بشوية نتعدي هكا الأثقل نبدأ ندرج هكا الفلال الأثقل دونك نبدأ بستورة دونك ستورة شنو جبت لنا اليوم ألور الجيري اليوم المقترح هو احلالم بالربعيه معناها بالفول والجلبانه واللي يحب الجناريه ما فيها بس يحط فيها ربيع جناريه كنت تفكر عملنا نهار الاولاني احلالم بالدبابش الفول الحمص الشيحين لكن اليوم علاش ما حاولش نعاود اخت احنا كل نهار نقترحوا منو عملتها كمان الاحلالم بالفول والجلبانه الخضر
أول حاجة موجودين طبعاً شوية جلبانة وتعرف تونس خملوا برشة جلبانة، لكن خاصة عملت الحلال معلش بسبب بسيط أن من المفتحات من الحاجات اللي مستعملة في المغرب الأقصى في شرق الفطر هي الحريرة اللي هي جاري في دبابش برشة دبابش عدس وحمص وفول وغيرها، ويرميوا فيها عجينة كل حكي تشبه للدويدة شوية يرميوها كده، ف الماكلة دي تشبه شوية للحريرة المغربية قريبة للحريرة عندكم الحريرة انتما في المغرب في المغربية اللي الطبق اللي معروف به رمضان ضروري خصها تكون ديك لاسوب ديال الحريرة وعندنا واحد الحاجة جميلة في المغرب انه كل منطقة كدير الحريرة بطريقتها الخاصة يعني الا جيتي تشوف كاين الناس اللي كيديروا بحال اللي قلتي الحمص وهذوك اللي قلتي كاين اللي كيزيد فيها البيض ياك ينشيوها بالابيض اللي يزيد فيها الدجاج كاين اللي يزيد فيها اللحم قطع ديال اللحم اي خاصه اللحم الضان الغنم ديال الغنم الغنمي حتى حنا نقولوا الغنمي واه يعني انت تعرف تطيبها تعرف طيب الحريره الا الحريره اخر ستاج هذاك يظل يمشي يعمل ستاج عندنا يروح يطيب تونسي دايوغ خصني نقول لكم واحد الحاجه هي انه شاك رمضان ملي جيت عندكم من تونس لا بروميير فوا 2016 تفضل استاذي شكرا ملي جيت عندكم اون 2016 وانا نعرف نصايب كنصايب لي بغيك شاك رمضان عندي في الدار جادو عفتي عندي البريك التونسي معلوم وتشري الملسوقه من تونس تزا معاك ولا عندكم انا الورقه ديال البسطيله حنا هذيك الورقه تستعمل ورقه شكرا استاذي كنديروا ورقه ديال البسطيله اللي كنصايبوا بها لاباسيه ان شاء الله اليوم يطلع في المنيو فما بريك مرحبا ان شاء الله ان شاء الله كان فما ايش عملنا نتصور عام تاجين حاجه لا بري مقل بري يقوم يقليها وحده كما تسبيكا يمشي دخل حضرها والله نعرف نعرف نديرها والله اي سيدي اي صحه ليك صحه ليكم صحه وراحه بسم الله الله يتقبل الصيام ان شاء الله عايشة بارك الله فيك بسم الله الماكله مسلوسه شويه مش ما فماش ملح انا ما كنبغيش الملح كثير الحمد لله مزيان يعني هذه نصيحه للناس من الشباب هم يبداو ينقصوا في الملح يعني باش عندهم دي كونسيكونس من بعد نعم يعني انت ليه هكا بصحتك وتعمل سبور وضروري الانسان خصو يعتني بلو كور ديالو يعني شويه واكل شويه سبور شويه بزاف علم حتى انا دابا متحف يعني خاص الانسان العقل السليم في الجسم السليم نعم قلت لي انت ملي جيتوني بحالنا تقول لي محليها الدار متحف وتصاور وكل حتى انا عندي زيد شكون قال لي اللي انت في المغرب عندك دار كيما هكا فيها برشا تصاور ومتحف زيد اكزاكتومون حيت يعني حتى الاستاذ يعني عنده تاريخ فانا يعني المتحف ثقافي يعني فيه الالات الموسيقيه فيه لي تورنو ديسك قدام ياك يعني سورتو ديال لا فامي ميغري يعني عندي كاع الكوليكسيون ديالهم فيه صور قدام فيه لوحات فيه لي تروفي اللي دا الاب ديالي نعم كاملين لي تروفي ديالي يعني جميع الامور اللي عندها علاقه الحياه الثقافيه الفنيه نعم وبالنسبه بالنسبه للعائله انت الوحيد معناها الجيل الثاني اللي معناها اللي خرجت تغني معناها ما فماش عندكش اولاد عم مثلا اللي هما ولا اولاد عمتك خاطر كانت عمتك صوتها ياسر جميل وكانوا التوانسه مغرومين بها برشا بين قوسين لان صوتها جميل وهي رقيقه جدا هكا وعندها حضور فكانوا التوانسه مغرمين بانها يسمعوها كتغني فهي ما عندهاش ابناء يغنيوا مثلا عندها بنت ولكن يعني هي كتغني بنتها غير هي عندها مشوار اخر بعيد على الموسيقى فملي جبتي عمتي جليله انا عندي رساله منها لكم فباش عرفتني جاي لتونس قالت لي قول لهم انه دوزت ايامات جميله في تونس في السبعينات الثمانينات والناس حبوها بزاف وحبتهم يعني كانت علاقه مع تونس شخصيه اي نفكر انها كانوا
في السبعينات لما جات رغم ان وقتها صغير شويه لكن تفكر اسمها مع اسم العائله كل كنت شفتو هي كانت ملفتة للنظر باخلاقها حتى كانت ظريفه في الشكل ولكن اخلاقها ياسر وصوتها ياسر مزيان تحيه ليها بلغنا التحيات ليها ان شاء الله ربي يعطيها طول العمر شكرا ان شاء الله امين يا رب تحيه زيد بيان سور الروح الوالد الحسن بدري الوالد احكي لنا هكا على الوالد شويه كيفاش بدات ديجا كيفاش بدات الفكره باش يكون جروب اللي هو متكون من الاخوه نتاعو ويعمل نوع جديد نتاع موسيقى في المغرب وي سيتي ان غران ديفي تحدي كبير يعني في ديك الوقيته ديال بدايه الستينات فهو اولا كان في وجده ياك كانوا ساكنين هما ناتيف دو وجده مدينه شرقيه مدينه في الشرق تقريبا على الحدود الجزائريه نعم ف وجدة في الستينات كانت يعني صغيرة فيها غير دار ثقافة ما فيهاش تلفزات ما فيهاش راديوهات ما فيها فاضطر أنه يسافر للرباط للعاصمة يعني باش تكون البداية ديالو هو والأخ ديالو محمود الأخ الكبير فكانوا بدأوا في الإذاعة الوطنية بالرباط من بعد جات التلفزة المغربية في منتصف الستينات ما فين جا الدخول ظهور ديال جليله لاول مره فتما كانت يعني الاب كان كيلحن ويكتب المجموعه وكان يغني معاهم وما كانوا بحال هكا ثلاثه بحال هكا الميكرو فكانوا حسن محمود وجليله في الوسط ومع ظهور التلفزيون ظهرت جليله يعني هذه بحال نقولوا السوسيولوجيا ديال الاخوان ميغري كيفاش كانت يعني من ناحيه الجغرافيه من ناحيه فكان خصهم يمشيو للدول ديال المغاربيه كان خصهم يمشيو للجزائر يجيو لتونس كان خصهم ينشروا يعني الفن ديالهم وداكشي اللي قاموا به ولا سوري سور لو كاتو هي انهم مشاو لباريس وسيناو مع لا ميزون معروفين اللي كانوا في داك الوقيته فيليبس بوليدور سناو معهم دي كونطرا داروا دي تورني مونديال خرجوا لي ديسك وهذا الشيء يعني الاب ديالي كانت باش رجع لك بالضبط للسؤال ديالك يعني اختار واحد الموسيقى عالميه يعني وكان قال لي يعني شنو هو لو سيكري كاين دو ايتاب في حياته اولا كانت باش كان صغير كان الاب ديالو كيجيب له استاذ العود الدار يعني كان قبل عنده داك شارب الثقافه الشرقيه والليغام المقامات من بعد يعني شاف واحد الجيتارة في السعيدية هذيك تعرفها سين فيل بالنيير حتى هي جات حدا الجزائر نعم فشاف واحد الاسباني كيلعب بالجيتارة فلامينكو وعجباته يعني ديجا داك لو ستيل غربي موغاسك شويه اكزاكتومون قال لباه يعني قال له شري لي خذ لي هاد الجيتارة قال له غير تاخذ البروفي ديالك نشريها لك ملي شرى الجيتارة يعني تم الجيتار عطاته واحد المقامات غربيه عطاته ديزاكور نوع اخرى نعم. اخر من الموسيقى اللي نعم. ممكن فعل معاه فتم خلق واحد الموسيقى مخضرمه موسيقى عربيه باللغه العربيه ولكن يعني فيها دي تييرس هارموني فتوزيع موسيقي عالمي هالباس هالباتري هالا جيتار الكتريك يعني اول واحد اللي دخل الجيتار الكتريك بالواوا يعني بحال ديك الوقيته جيمي هندريكس هو اللي كان في العالميه كانوا البيتلز هما إلفيس بريزلي قبل منهم يعني كان قال خصنا يعني تحنا كدول العربية أو إفريقية أو شمال إفريقية خص يكون عندنا موسيقتنا اللي تواجه العالم نجم يعني ننشروها نعم. نعرفوا تعرفوا ببلادنا على طريقة الموسيقى هذه نعم. لكن الطريف طبعا احنا نحكيه على الستينات نعم. معناها لأنه بداية ظهورهم كانت في الستينات في الستينات وخاصة بنت طفلة وهي وقتها صغيرة بالكل معناها شابة صغيرة كيفاش العائلة تقبلتها الحكاية دي معناها أنت تقولت أن والده ماه جاب له معلم وجاب له عود وجاب له معلم يعلم فيه في العود سيد الأحسان أما كيفاش قبلوا أن طفلة وتخرج وتمشي تعمل لي تغني وتسافر وتمشي للبلدان هذا معناها لانه العائله عائله فنيه لان وجده معروفه بالمدرسه المالوف تاع وجده لانه محي حفظها بالغرناطي تربى غرناطي وبالتالي معناها يندرى معناها الكونتكست معناها الموجود في وجده عاود والا هما اضطر محافظ يعني هو كان يعني الاب ديالهم كان حتى هو فنان ولكن غير لنفسه كان رسام وكان كيلعب العود ولكن غير ليهم في المنزل في البيت نعم فباش جليله سمع صوتها قال لهم
قالت له يعني بغيت نغني وهذا، قال لها بشرط انك تكوني وسط من اخوانك محميه به يعني حتى في الشومبر ديال الاوتيل كانت تكون لا شومبر ديال الوسط والشومبر حسن من نود محمود من الحمايه معناها الي تي بيان اونتوري وعليها يعني حتى هي يعني ما مشاتش لحنوا لها ملحنين اخرين يعني بقات مع مدينه مدينه العائله فغنات يعني ستايل ديال مدرسه المغربيه وعاد حتى في ظهورها التلفزي معناها مثل الشعب الكريم أهلنا في المغرب كيف يقبلوا الحبا صحيح نعرف اللي أهلنا في المغرب يعرفوا أن فما الشيخات وقتها يغنيوا ماما نساء يغنيوا كذا ظهر دجاج الحاجة الحمدوية موجودة والكل لكن الإدريسي اسمها كذا بهيجة إدريسي وقتها كنت أنا نتكلم لك عليها لا سيدة بهيجة إدريسي لمطربة كبيرة وصوت عظيم لكن شابة صغيرة كيف يتقبلها الجمهور المغربي أول شيء والفرقة يعني ككل معنا مش كجليلة فقط معنا الكونتينو فيه الاحترام والرسبي وكيكون فيه واحد البعد ثقافي واحد البحث ثقافي وفني وأنا يعني كانت كان المغرب محتاج الجليلة ديك الوقيتة كان خاصه مرأة مغربية وكانت يعني من أول من أول الفنانات اللي ظهروا في التلفاز يعني ده تاريخ اش نقول لك يعني ما يمكن لهم غير يستقبلوا هذا الشيء بالحب وبالاحترام فيعني كل واحد مغربي كان عنده ستايل ديالو كاين اللي كيديروا أغنية الكلاسيكية يعني هذا كاين اللي يديروا الأغنية الشعبية الأغنية الغوانية أغنية المجموعات والأغنية الغربية اللي كان فيها ماشي غير الإخوان ميغري يعني موراهم جا فيغون جاو جولدن هانس جاو بزاف ديال لي غروب وبزاف المغنيين اللي تاهما مشاو في داك التيار ديال الأغنية بالعربية ولكن اللحن مستنبط غربي شوية النجاح هذا متاع لي فخيغ ميغري قبل فماشي شخصيات كبيرة عيطوا لهم كرموهم هكا معناها حفلات كبيرة تكرموا فيهم معلوم يعني كان عندهم المسار حافل بالجوائز أول يعني جائزة اللي يمكننا نقوله هي الباساج ديالهم في الأولمبيا أولمبيا في السبعينات كان عندها واحد القيمة كبيرة في باريس كانت يعني الليدرز في الأولمبيا يعني راها سومي دي مون كل ميوزيك فيروز وعبد الحليم على لي سوميتي معناها مع الفن معناها اللي خلق غاديكا معناها كانه فرض وجوده في العالم معناها والاب ديالي يعني على داكشي اللي دار داك البحث الموسيقي يعني وصل 300 اغنيه باش جيت نقلب تبارك الله في لي دغوا دوتور عنده 300 اغنيه فخدا جوائز عالميه في امريكا في فرنسا في بلجيكا في انجلترا كان جال تونس يعني كانوا كيكبروا به هنا في تونس وفي الجزائر وفي الدول العربية وفي المغرب يعني كان الرئيس ديال المجلس الوطني للموسيقى تابع لليونسكو اللي تحنا في تونس كاين مجلس يعني شاك بي في المجلس فوالا فيعني كانوا برشا تكريمات برشا هذه بين ما نقولوهاش في المغرب اما اجي نقول فما حاجة ما قالها لكش حول علاقاته بالشخصيات ولا الناس اللي تعيط ما قالها لكش نعرفها انا خبى عليا خبى عليا انا جالي بارلي انا مازال اتو نجيب السويت نحكي لك عليها فهمي استورا دونك نتعدي ومش شربة تعدينا للبريك هكا سي بون عرفت كي طيب لك البريك اللي انت قلت تعرف الطيب في المغرب وكل اما استورا قلت يظل مش يظل مش نعاق ومش مش نعطيك على البريك علاش على خاطر فما حكاية عيسى طريفة وما حكيناهاش تخصي الحسن الله يرحمه والده خاطر قال لك تلاقى مع شكون وعيطوا له فين وغنوا فين وكذا لكن ما قال لكش طرفته مع جلالة الملك الحسن الثاني اللي هي حاجة أساسية في حياة في حياته وفي حياة العائلة وفي الحياة الفنية حسب رأيي المتواضع خاطر نهار جلالة الملك الله يرحمه بطبيعة كان معنا كما كان يصير في كزمان هذاك عيد ميلاده يتواصل احتفالات عيد ميلاده يتواصل مدة طويلة أيامات كثيرة احتفالات عيد العرش عيد العرش وكذا ففي في الاحتفالات عيد العرش عامتها من جملة المشاركين في الاحتفالات كانت الفرقة بعناصرها الثلاث فسيدنا قبلهم وسلم عليهم وكذا
وحاول هكا كيف اللي يتحداهم. وكان حسن ثاني كان هكا عندك نوعية التحدي هكا، ويبدو كان نهارتها شوية مش في صحنه برشا، نقولوا احنا ما كاش معناه كنت فما حاجة صارت، حاجة يبدو انها شخص في البروتوكول ما عرفش كيفاش يتصرف معه قبل ما يدخل عليهم، فكان يكلم فيه ويدو في الجيب. ومن يجرؤ، عيب عيب كبير انك تكلم ملك ويدك في في الجيب بتاعك. ف سجلالته كان متغشش شوي، فلما دخلوا سلموا عليه وشي قال لهم انتم تعملوا في موسيقى غريبة ومعنى غرب فيها نوع روح غربية جديدة وجديدة وكذا وكذا، اما انتم تقولوا انكم تعملوا في موسيقى من العالم الكل، نحبكم طوى تعملوا حاجة بالهندي، بالموسيقى الهندية. هندية فكرتها طوى بيحكي موسيقى الهندية. يخي صار قصة وكيفاش عرفت؟ هادي راه سمعتها غير في المنزل عند الأب ديالي وعودتها لي عم العمة جليل، وعيوني مبثوثة في كل بقعة. رد بالك مني وصل للهند، مشي للهند، راني نجم نخرجك من تحل الرعل مش تمد الوغ جوستومون. فكم باغازا هما كانوا عياماتها، هما وحدهم هكاك الهام خموا الجليله السيده جليله وخوتها كانوا يدندوا في اناغم هندي، اغنيه عجبتهم هكا عندهم مده يدندوا فيها في بعضهم هكا في اللي يعني بالزهر هما محضرين اغنيه مش محضرينها بالذمه لكن فغزروا لبعضهم قالوا حاضر سيدنا، وقعدوا وغناوا الاغنيه دي بالهندي، والحسن ثاني يغزر لهم وبيت فيهم لانه معنى حاجه في بنت تحدي، فأعجب بهم هو معجب بهم، لكن وقتها كان إعجاب كبير، وكل غش نتاعه اللي كان على الشخص اللي قبل تنحى وتنسى وتمسح وجالته كيزها ويفرح. كان عادة يطلب العبد اللي يحبه يقول له شنو اللي طالب، شنو الطلب نتاعك، شنو الطلبات نتاعك، شنو اللي تحب. فسيد الحسن معنى قدم أخته بالطبيعة، قالها بنتي لجليلة شنو اللي تحب، قالت له رضاك سيدنا، ما طالبه شيء يعني. سي محمود كيف قالوا رضاك سيدنا، اتخذ سيد الحسن قالوا انت، قالوا انا سيدنا موظف نعيش من الوظيف نتاعي من الدخل نتاع الوظيف. قالوا شنو تحب، قالوا انا قلت لك انا موظف نعيش من الدخل نتاعي. فجلالته هو كيف فهم اما حاول يخليه يقول هو ايه، قالوا شو اطلب حاجه، قالوا انا قلت لك انا موظف. فالمستشار نتاع جلاله الملك جبد الحسن قال له تحب حاجة معينة، قال له أنا هاني قلت لك معناها نعيش من الوظيفة نتاعي، نعيش في عائلتي من الوظيفة نتاعي، وراني في الليل نسهر مش نخدم ومش نلحن مش نخرج حاجات. ففهم الملك فاتخذ جلالة القرار بأنه يعفى سيد الحسن من الوظيفة العمومية، لكن يقعد يتقبل راتب شهري مدى الحياة، يظل مدى الحياة حياته أو مدة العمل. نعم. يعني مدة نعم. حتى مدة العمل حتى يخلط للسن التقاع. نعم حيث هو قال له يعني قال له احنا برهنا أنه فنانين والإدارة والفن ما كيمشوش جميع، يعني ما يمكنش من غير نكون فنان في نفس الوقت يعني تسهر تل الربعة الصباح وتفيق مع السبعة باش تمشي للوظيفة، فكانت صعيبة كثيرة. فشنو قال دار بحلق الأستاذ، يعني دار واحد ديتاشمون رويال كي تسمى ديتاشمون رويال للفرقة، يعني الحسن ومحمود وجليلة. ألوغ من ذاك النهار تما خدوا الحرية ديالهم، ولكن كان عندهم شرط أنه يسجلوا في الإذاعة الوطنية واحد النوب عدد الأغاني، عدد من الأغاني، يعني هذا هو مقابل أنه تعطيني ثقافة البلادي، ما خاصك يعني تبني تشارك في الديسكوتيك ديال لا شانسون ماروكان. انا يقول لي سيدي محمد الغزاوي الله يرحمه اللي كان مستشار جلالة الملك، يقول لي ان كل ما يتعدى كان كل ما الفرقه تتعدى في العالم، يعني تخرج تسافر العالم، جلالته يؤمر القنصل او سفير المغرب في البلد هذاك انه يقبلهم بنفس النيابه تاع الملك. يعني كانهم ولو بالنسبة له كانهم سفراء للثقافة المغربية، وهذا اللي يلزم يدخل. يعني أنا نشوف في المغرب يعطيوا ياسر قيمة للثقافة، ياسر يبجلوا الثقافة. كيفاش تشوف هالثقافة في المغرب اليوم؟ معناتها لهين بها برشا في المغرب، كيفاش تشوف؟ هي يعني كاين الثقافة
وكاين لاندستري لو كوميرسيال. بالنسبه لاندستري يعني يعني احنا عندنا الشركات كانوا في ذاك الوقيته كانوا الاسطوانات كان احنا كنهضروا في ذاك البيريود ياك يعني تقولي الان الان كيفاش دايره الثقافه الان الثقافه يعني وزاره الثقافه مخرجه واحد الدعم سنوي للانتاج الموسيقي والجولات الفنيه الموسيقيه هادشي غير من ناحيه الموسيقى وعاد كاين دعم المسرح دعم السينما دعم الكوريغرافي يعني الثقافه في المغرب كيحاولوا يخرجوا دائما بحال بحال جميع الوزارات يعني كيخرجوا ان بودجي ياك ف يعني مشكورين على العمل ديالهم وانا واحد من الناس اللي دعموني في 2020 عطوني دعم باش نصايب انتاج ديال الالبوم فكاين عاوتاني من ناحيه اخرى داروا مهرجانات كثيره في المغرب مهرجانات سينمائيه مهرجانات المسرح موسيقيه كثيره موازين وما ادراك نعم باش نرجعوا انت كنت حضرت في موازين قبل ما تسال سؤال ماشي انا اللي نشوف فيها هي تشوف فيا البريك كتقول لي كلني ولذا خلي نعطيو البريك ولكن الاستاذه نسيت عطاوني الاستاذه هذيك اشكال نتاعها انها مش كل شيء في البريك تاكله لذا هذاك لازمني نعملها بريكه خاصه نقمرها قمرت البريكه نتاعها حتى الشكل ديالها رائع وهكا اللي تعملها انت شكلها هكا مثلث لا انا ياك كتجي نص دوره نص دائره حتى انا الورقه سهله هذيك الورقه البسطيله دائره وكندير لي زانغريديون وكنطويها صح ايوا وعمليه القلي يا بسم الله هادشي زوين عقبلك با يعطيك الصحه يا خو بخاتو كيستورا بفضلك باهي عجبتك جميل اللي نسيت هو الحمض صح انا الحمض سائل حاضر باش مرحبا تفضل شكرا استاذ صح ناصر كنت باش نسالك ما دير حكينا على الثقافه وعلى الدعم من وزاره الثقافه في المغرب الكورونا كيفاش عديتوا فتره الكورونا خاطر باش نفهمك حاجه احنا في تونس فتره الكورونا فنانين في تونس تعبوا شويه حتى في المغرب خاطر ما فماش حفلات وما فماش خدمه دونك في المغرب كيفاش يعني بزاف ديال الفنانين يعني اللي ماشي استاذ الموسيقى اللي ماشي ما دخلش يعني في جو سي با فشي معهد ولا ما عندوش مدخول اخر غير الفن نعم ماشي مبدع يعني ما كيكتبش ما كي يعني دابا حاليا لقاو في كورونا لقاو الحل الحقوق تاليف المؤلفين يعني الان كاين حقوق للموسيقيين لي دووا فوازان ياك كاين حقوق المنتجين كاين حقوق المغنيين للملحن للمؤلف وحتى للموزع يعني كاع ليكيب ستاف اللي تخدم في الاغنيه كلهم ياخذوا معناها يعني شاك 3 موا كتجيو من ريبارتيسيون وهذه يعني سي ان غران با يعني كورونا لقينا بها واحد الحل هي في الاول كانت صعيبه يعني ما يمكنش الحل تلقى في اللحظه يعني الناس تعبوا بزاف كاين اللي باع الاله ديالو كاين يعني الغالب الله يعني في العالم كامل ماشي غير حنا يعني انا يا من جهتي انا سديت على راسي في البيت ديالي كيفاش يعني قعدت في دار وسكر على روحي اي شو عملت قلت مع راسي هادي نقوم بواحد التحدي هذه هاد العام هادين اللحن بعدا بديت كنلحن لحنت اكثر من 30 اغنيه في دوك الثلاث اشهر الاولى داك كانت صعيبه وحاسه وتكلفت بالارشيف ديال الاب ديالي يعني كان عندي مومون وقت حيت كنت غير دائما في لي فواياج اي ولا عندك وقت فراغ تنجم تخصصو لتنظيم الارشيف نتاع نظمت الارشيف يعني الكاسيت لي شونسون لي فوتو نوميريزي توت لي شوز حافظ عليهم يعني درت واحد لو طرافاي اللي كديروا الوزاره يعني شي حاجه صح على الاقل استغليت الوقت ارت ورت عطاه لي الاب ديالي يعني بين يدي ما خصنيش نخون الوعد فهمتي مهمه فغير تلقونا واحد ثلاث اشهر كان انكم في المون بارسيال يعني شويه ماشي حل شويه تما خرجت ندير لي كليب درت 6 ديال لي كليب فاهم
2021 خرج كان تحدي في المغرب كان يعني كنت كان اشاك فوا كنت في ان كليب شاك موا شاك دو موا كندوز في التلفزه كيقول لي كيف فين غادي في التحدي كي غادي في التحدي والحمد لله ساعدوني ميغري مانيا لو 5 البوم ساعدوني 10 شونسون سجلتهم في ديك اللحظه ساعدوني الالبوم اللي درتو مع وزاره الثقافه ساعدوني لي سي كليب ميغري مانيا هو اخر البوم ليك هو البومك الخامس ومن خمسه البومات عندك 50 اغنيه ما شاء الله يعني والاغاني نتاعك تكتبهم تلحنهم تعمل كل شيء انت ولا انت جوست تغني فهم شكون يكتب لك ويلحنك لا يعني معظم الاغاني يعني بزاف ديال هذا نسبيا ديالي يعني كتابه ولحنا في الاول يعني باش كان الاب في الحياه كنت كنغني كنت كنلحن هو كان يكتب لي كان يساعدني في الكلمات وكان يعني كان عنده واحد ستايل زوين يعني واحد اللغه ثالثه ما بين المغربيه والعربيه الفصيحه فوالا يعني واحد اللغه ثالثه كنسميوها وكان واحد حوار الاجيال يعني الاب ديالي كبير عليا بخمسين سنه وصلنا انه نتفاهموا موسيقيا فنيا يعني من غير اب ديالي الاحترام وهذا والنصائح فكان الكوتش ديالي كان معايا في العمل الفني معنا كان تعامل مع بحال دابا الاغنيه الدينيه من الشاعر أستاذ عز الدين الادريسي يعني كان نتعامل مع شعراء سورتو في الشعر كان تعامل مع ناس اخرين في الالحان تقريبا معظم الاغاني ديالي الاغنيه الدينيه اللي كنا سمعناها قبيله شويه هي هي اللحن ديالي وتعطي الحانك للغير يعني عندك فما مطربين في المغرب مثلا ولا غير المغرب يغنيوا لك وترضى انك شكون يغني لك اغانيك معلوم هذا يكون شرف كبير غير هو يعني مازال ما تخصصش في هذا الميدان حتى هو تخصص يعني الاب ديالي كان دا قام بالعمليه عنده الحان نعم. كثيره غناها مطربين كبار في العالم معنا في سماهم موسيقار استاذ يعني تما فين الانسان ما كيبقاش غير في ستايل واحد يعني دار ستايل ميغري دار الاغنيه العالميه ومشى الاغاني القصيده والملحنات والاغاني والاغاني حتى الاغاني معنا العاطفيه عنده بعد كثير من الاغاني معنا منتشره اغاني وطنيه كذلك يعني قام بزاف الانواع دارهم وانا يعني حياة مراحل يمكن هذه المراحل خصني نتخصص نبني واحد البصمة ديالي تاتش ديالي ومن بعد نتفرغ يكون لي شرف كبير نجي تال مع توانسا مع افيك غون بليزير والله عطاو ميلا عطاو انا كوتشي ان كوتشي ايناس تولي تغني وعام الجاي ان شاء الله في رمضان تعمل لنا هي اغنية اش قوي يقولوا ما عندي الصوت انا بدي توقف المكان جينا ملا نخليو الفنان اللي يكمل كعبة البريك نتاعو ما نعرفش يحب صلاة المشوية معاها ولا لا وتريف صلاة المشوية هذاك بحال تكتوكة نو لا ماهيش تكتوكة لان انت تعرف دابا شبهها شوية هذه طماطم وفلفل ايوا ها زايدين عليها الطون زايدين على الزينه وبراك يعيشك انتي هلا انتي ديك الحار فلفل حار هذه الصوره حاره بزاف مش برشا وانا اي حدايا هيا بقرب خليني نكمل بسم الله مش نجيب البلا برينسيبال لكن كي نجيب البلا برينسيبال نحب نسمع اغنيه شرط مي لا جيب لنا البلا برينسيبال صوره ونتفاهم انا وياه في الاغنيه عندي الاغنيه حاره دابا حارتك مالك جميل والله الا بنين تبارك الله عليك يا استاذ شوقي وهوايا وقلبي عليه في النجبور دوايا حبابي غياب وانا مع المكتاب مقصي العدا Yeah.
منشوقي وهوايا وقلبي عليل في النجبار دوايا لا 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 من 74 لتوا قديش يجيو؟ يجيو 50 سنة؟ اي راديني 50 سنة لتالي نصف قرن نصف قرن هي في الحمامات استنيني استنيني ساعة ستورة شبيني نشوف الدموعك خليني يعني. بالحق خاطر بالحق الغنية هذه فكرتني فيه في عباد فقدتهم توي ما عادش موجودين كانوا محيطين بيا وقتها في حمامات الحفلة وقتها في حمامات عملت كانت تعدى في المغرب فيزيون فما كانت فما التلفزة ثلاثة تونسية والجزائرية والمغربية كانوا مرة في الشهر يعملوا حفل كل مرة من البلاد وكل والبلدان ثلاثة يشاركوا في الحفل هذاك يعني يكون فما أهل من البلاد هذيك تونس مثلا فما ضيوف من المغرب من الجزائر لازم يكونوا موجودين ويغنيوا لكلهم وكانت تعمل في مسرح طلق بالحمامات التظاهر هذه قعدت سنوات كثيرة للأسف بعد إيش بطلت الحكاية هذه ونتفكر أنهم تغنيوا وقتها تغنيت الأغنية هذه كما قلت فكرتني في زمن مضى تستاهل عليها هذه مش تسيقة برك خاطر فكرتنا في الزمن المضى ذكروا لي الأغنية جاية هي هوماج للوالد هي أغنية العائلة يعني لي فخير مجري أما كلمات وألحان سيدي الحسن لا هذه من سميته من كلمات أستاذ المرحوم محمد زياتي الإدريسي ومن الألحان ديال يونس مجري وهذه الأغنية ديال المجموعة ولد المجري اللي وصلت أكثر واحدة للحدود فهمتيني مشات العالمية وقتها إدير كان في الجزائر المطرب الكبير إدير كانت عنده أغنية في الفرد وقتهم ظهروا تقريبا بينوبا وبالقبيلي معناها تتغنى بالقبيلي وهذه في المغرب تتغنى بالعربية معناها فكانوا هالأغنية هذوما الاثنين أكثر سكسي في السبعينات مع أواخر السبعينات الأغنية ذي غنيتهاش قدام الوالد غنيتها كنت كنغنيها وكان فخور تعجبوا الاداء يعجب الاداء نتاعك ايوا الحمد لله كان فرحان بيا بزاف يعني جمال اي حاجه كنديرها في حياتي كان كيفرح ليا وكان يعني في جنبي وكان محتضنني يعني الحمد لله. وكل واحد في العائله كيساعدني باللي قدر انا مش نساعدك مالا بالفطور بالعشاك تو ولكن لا هذه المره ما ديرش هي لا دام دابور هذوما كعابر زيتون مش مرقه زيتون راه بالك كعابر زيتون على خاطر هذيك كيما عندكم الكفته مثلا لكن اللحم هذا المفروم محشي بالزيتون نعم اذا لحم بغنمي ولا لا تعمل اللي تحب عاده بقري عاده بقري لكن تنجم تعمل اللي تحب اي نوع من اللحم شنو هي الاكله المعروفه برشا في المغرب الاكله الشعبيه او كاينه البسطيله
بسطيلة طواجن طاجين البرقوق والطاجن عرفتي شنو طاجين طاجين لا 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 مش سنة غينا هو طاجين نجم يكون هكا بون بالطبيعة ما يحطوش الطماطم وما أزعر ماكلة نتاع الزعفران لكن هذا هذا اسمه طاجين نجم يكون اسمه طاجين طاجين نتاعهم هكا طاجين هو الإناء الإناء اللي يطيب فيه معون يطيب فيه اسمه طاجين في الأصل فيه الكب نتاعو فيسميو طاجين احنا التوانسة عادة طاجين تاعنا سي نوملات نوع من الأوملات فكي نراو الطاجين وتمشي اللي معهم وما مشى للمغرب وتمشي تجيب الريستوران ويمد لك القائمه تلقى طاجين كذا طاجين كذا طاجين واحد في الاخر تقول له تقول كلها طواجن هاي هي طاجين تجي تلقاها مرقه مع احنا غدا سوا مرقه المرقه المرقه هي هذاك الطاجين اللي يسميوه اخوتنا في الكوجينه المغربيه اللي هي بنينه كذلك عندها نكهه خاصه نتاعها لكن حاجه اخرى طيب من طرائف قبيله قلت لك الجاري نجم يحطوه في الجنارية مثلا في المغرب الجنارية هي الخرشوف طاجين كاين طاجين بالخرشوف تفهم الطاجين الخرشوف لحم وخرشوف الخرشوف اللي هو الجنارية طاجين يعملوا لحم خاصة غنمي ويعملوا معاه خرشوف وبطاطا كيليزي وبطاطا تاهية سترة تقرب لنا شوية الماكلة المغربية لا مختلفة تماما لأن احنا ماكلتنا أغلبها صوص طماط نستعملوا برشا طماطم ونستعملوا برشا فلفل لكن لكن في المغرب ماكلتهم زعره ويستعملوا برشا الزعفران معناها نعم. حتى انه للطرفه كان عندنا مغرب كان برشا مغاربه في تونس يعيشوا هنا وجا مشى الحج وقعد مده في تونس قبل ما يروح المغرب وكان عنده علاقه بجدي معناها بعزيزي فهو رجل ضامر هكا كل شيء ومامتي عندها عمتها مراه كبيره مراه زوزه معناها فدلكوا عليها ديما يحبوا ياخذوا لها راجل هي تزوجها معناها مات راجلها وكذا عاد قالت له ياسي اسمه كون بازار الحسن هو زاد قالت له ياسي الحسن خذوا ناخذوا لك مراه في تونس وكل شيء قال له فين مش نلقى مراه مش نروح المغرب قالت له هو معناها لو ستيفن خذلها مرا كبيرة عزوزة شعم بيها وصغير معنا في العمام حشم مش يقولها ذيك عزوزة ما نزمش ناخذها مرا كبيرة قالها لا يا اختي ناخذ واحد واحدة تونسية طيب شي فلفلة حمراء وشي فلفلة خضراء وشي فلفلة حمراء لا لا طيب طيبوا بشي سبعة فلافل لأن ماكلتنا حمراء برشا باغابول الماكلة في المغرب زعر طيبوا بالزعفران في الأصفر زعفران وسكينجبير سكينجبير جنجنبر عجبني بزاف او سي مانيفيك هادي دابا سي لا ما دوزيام فيزيت عندكم في لا تونيزي سي لا بروميير فوا سي اون ديكوفيرت دو الطاجين تري بيان مي لا ايجا نقول ديما ايجا محلالة وكل مره نعملو لك ان بلا اخر ماهوش معروف شاك رمضان جان مرحبا يا سي بزاف من برشا برشا بركة ناصر من قبيله نحن معناها ملي بدينا الحوار ونحن نحكيو على الوالد ربي يرحمه احسن ماكلي اما ما حكيناش على الوالده اللي هي زيدا تبارك الله عليها ما شاء الله صحفيه في لو ماتان جريده مغربيه معروفه برشا الوالده شنو اللي خليتو عليها خليت عليها فن الحوار فعلا فعلا يعني اداب الحوار التربيه يعني كان عندي الزهر انه في البيت ديالي كان الفن وكان يعني الصحافه اللي هي كتمشي مع الفن يعني الصحافه هي اللي كتكتب التاريخ ديال الفنانين هي اللي كتوصل يعني الناس لو غون بوبليك كتوصل المعلومه كتوصل سميتو كتوصل كاع المسائل التاريخيه والثقافيه كلها هي الوالده كانت في باج اغريكولتور يعني كانت كتكتب في الثقافه يعني اونكور بلوس بروش دو مون بير الفن وليا وزاد فما تعلمت الكثير منها والله يعني فما وجه اخر وبلغني على على السيدة الوالدة اللي هي دبلوماسية جدا مشهورة بدبلوماسيتها بلسانها قولوا بالتونسي يغزل الحرير وبالتالي كانت ما 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 حتى كي حد يخاصمها تغلبوا بالكلام اللي بقى هكا وكل شيء ويولي ولي احباب ينساوا الخصومه ويولي احباب خذيت منها هالطابع الطابع نتاعها هذا نتاع الدبلوماسيه واللسان هكا القرب بين الناس لانها يبدو انها كانت معناها يبدو انها في تعاملها مع الناس لطيفه جدا فعلا فعلا فهذه شيء مهم كتعرفوا يعني من بعد تجارب من بعد سنوات الانسان بعض المرات كيقدر كيطرا له شي حادث كيتعصب ولا كيتوتر الوغ كو كاينه الدبلوماسيه كاينه لغه الحوار كاينه سي اون ساجيس في لا بارول
l'art de parler, ça ouais, c'est un art fin, fin le calam. ففعلاً يعني خديت الدبلوماسية من الأم ديالي كتير كتير والله. والأب يعني خديت منه الفن والأختيس والانفتاح لوم ليبغ شوفا دونك فوالا. ناصر يقول القايل الأب فنان والأم صحفية معروفة، علاش ما تبعت الصحف؟ علاش تبعت الفن؟ علاش اخترت المهنة بتاع الأب؟ إيوا هذا هو يعني داكشي هو الميول ديالي اللي كان يعني فهمتي، كنت يعني ملي كنت صغير كنت كنميل للجيتارة، كنت كنميل للموسيقى، كنت عندي 10 سنين باش دخلت المعهد ديالنا بالرباط الموسيقي، قريت السولفيج والبيانو والجيتارة، لحنت على جي ديزون، لحنت أغنية موسيقى صامتة كما يقولوا معزوفة معزوفة. فتما الأب ديالي شاف فيا روح الفنان الموهبة في الموسيقى. أما أنا برهنت لهم واحد الموهبة بواحد لابيتيز كنت درتها، كانت عندي 4 سنين ولا 3 سنين. فكان الوالدة خارج المنزل يمكن في العمل، الوالد كان كيشتغل في المنزل، مشيت للبيت ديال الأب ديالي والأم ديالي، مشيت للفراش ديالهم وأنا رسم واحد الباخرة على الفار، رسمت واحد الباخرة وشنو درت، وانا نعيط للاب ديالي قلت له اجي تشوف الطابلو، اجي تشوف الطابلو. وما جا بقى كيشوف، عرفتي بحال هكا بقى كيشوف، قال لي هادشي زوين يا ولدي، هو يجي غادي قال لي ولكن كفرتيها مع ماما، امك ترى واحده براسك معاها في الجيم عليها. لا حاجه بالنسبه لنا، حاجه اخيره ممكن سؤال، ما كنتش تتمنى انه الوالد الله يرحمه سيدي الحسن يغني لك حاجه من الحانك؟ اوه كان هذه كلية يعني حاجه كبيره، شرف كبير. ويعني الدنيا كدير ظروف ولاج يعني كبيره عليا ب 50 سنه كبير هو شوي اي ما عادش هو بيدو مع الشرطه حتى في اخر سنوات مع الشرطه يغني مع الحاج. يعني كانت اخر سهره ديالو جبتو المهرجان ديال الموازين، كانت دارها انا وياه ديك السهره، وتما فين قدمني وعطاني المشعل ديال المدرسه، كانه قال للناس هذا الامتداد نتاعي. فعلا فعلا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. باش نختموا معاك، باش نختم بسؤال ناصر، هكا مكري نحسك عندك هكا ستيل شويه سعد المجرد في المغرب، فما منافسه بيناتكم؟ فما علاقه باهيه كيفاش؟ اولا سعد المجرد كنحبو كثير، وكنحب الام ديالو لاله نزهر كراكي، فنانه كبيره في المسرح وفي السينما، والاب ديالو الاستاذ البشير عبدو استاذ مغني كبير مطرب جميل جدا في المغرب. ويعني هاد العائله الفنيه عطتنا واحد التمره جميله، اللي انا دائما كنقول لهم في المغرب حنايا كوم ان بوكي دو فلور كلها والورده ديالو، فهمتي حنا كنتكاملوا، يعني ما كاينش يعني تنافس، ما تكامل تكامل في عاود تنافس. ناس ما نشوفوكم في ديو انت وسعد المجرد؟ وي سا مفري انورميمون بليزير، وان شاء الله ان شاء الله هادي يكون ان شاء الله. دونك باش نختموا معاك هكا وليس اي باش نختموا معاه، لكن فما اكتشاف باش نعملوه، مش نعملوه سد المتفرجين تاعنا، باش نكتشفوا ان معناها الغنية التونسية هو كل التراث، مش بالتراث راهي الغنية نعرف كتبها ملحنة الدكتور صالح المهدي الله يرحمه. هي الغنية اللي هي هي خليلة تسمعوها اللي هي كلمات علي بن عامر زوج السيدة شبيلة راشد بنت صالحة، كتبها في حادثة بينه وبين فيتور زوجته، وقتها مازال مش متزوجين، كان يحبها برشا، هما جيران كانوا علي بن عامر وشبيلة راشد كانوا جيران، كان يحب عليها، لكن صالحة والدتها ما كانتش راغبة في الزواج هذايا، فكان شنو تخليش بنتها تخرج إلا بمرافقة بتاعها، إلا كي تبدا بنتها ماشية للحمام، تمشي للحمام تخرج هكا يراها من بعيد يشوفها هكا سلم عليها هكا خاطر في الحومة في نفس المكان ما ينجمش يكلمها، فنهار متفاهمين أنها مش تمشي للحمام يراها من بعيد وسلم عليها. ما أمها فطنت ما لها شنو اللي صار، ما خرجتش حسيبي، قعدوا يستنى تحت الحيط لعشية كاملة ما خرجتش شبيلة، فكتب يا خليلة يا ناسيا الميعاد ميعاد هاك الليلة. هذه القصة أيوة، وأعطاها الدكتور صالح المهدي اللي لحنها وغنتها صالحة بنفسها، ومن عاش كان في بالها بالحكاية نتاعها وإلا لا، هذه الأغنية اللي مش تسمعوها طويقة. أون أتوندو أنا مش نجيب الديسير كالعادة نتاعنا، والديسير تعرف شنو هو؟ مدموجة
بالسمنت محروجة، حاجة أكلة تونسية قديمة جدا، تتعمل الأصل نتاعها بالسميد من القمح، سميد القمح تمام، والفواكه الجافة وبالطبيعة الزيت اللي هما المنتوجات الكل متاع البلاد التونسية. بيه تخي بيان دونك مانيفيك، جي بوكو دو شونس. مرحبا بيك بحذينا الناس، ان شاء الله عجبتك بيان سور لما والانفيتاسيون بيان سور بزاف. انا سورتو الميك لعطيني رايك في الميك، انا فرحت بزاف اليوم معكم، وان شاء الله كل رمضان نبقى نجي عندكم. مرحبا على راسي نتوما. مرحبا يا سيدي، ان شاء الله زيد نشوفوك في حفلات تونسية هوني في الصيف ان شاء الله، في مهرجانات تكون عندي جولة ان شاء الله في تونس، وهذه نفرح نتلاقى بالجمهور ان شاء الله. تشوفي ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. وباش نسمعوا يا خليل نسمع مع الديسير. وانتم مشاهدينا دونك ميرسي بوكو على المتابعه، كانت هذه حلقتنا اليوم. هذا ضيفنا كما قلنا لكم، بعدنا اليوم شويه مش برشا، قعدنا بين الجيرين والاشقاء في المغرب. نتقابلوا غدوه في حلقه جديده مع ضيف جديد وبيان سور من جديد. صباح الخير الناس الكل، تشا تشاو. كبر لذات مع عبد الستار وإيناس على إيه فام أحلى غديو.